اهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار، اقدمها لكم انا احلام سويدي. وفي نشرتنا لليوم، رئيس الدولة يأمر بدعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود. منصور بن زايد يرأس وفد الدولة في اجتماعات القمة العربية 32 في جدة. أهلا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن الشركة. وأوضحت وزارة تنمية المجتمع وشركة الاتحاد للماء والكهرباء أنه سيبدأ تطبيق الدعم اعتبارا من شهر يوليو 2023 من خلال خصم مباشر من فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء، وسيتم تخصيص دعم بقيمة 8400 درهم سنويا لكل مستفيد، أي ما يعادل 2500 كيلو واط لكل ساعة شهريا أو قيمة الاستهلاك أيهما أقل. ويمكن لمالك المزرعة المستفيد الاطلاع على مبلغ الدعم المخصص له من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري للمزرعة أو عن طريق قنوات الخدمة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء. القمة العربية في دورتها 32 مرحلة جديدة من العمل المشترك. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة العربية العادية في دورتها 32 التي افتتحت أعمالها في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وتضمن جدول أعمال القمة العربية التطورات المتعلقة بالأزمات التي يمر بها عدد من الدول العربية. والتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها 32 فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى الرئيس السوري الذي أعرب بدوره عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا ودورها في عودتها إلى جامعة الدول العربية والصف العربي. هذا والتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، وذلك على هامش أعمال القمة العربية. وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها. واطلع سموه من الرئيس الأوكراني على تطورات الأوضاع في بلاده، معربا عن موقف الإمارات الثابت والداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار لإيجاد حل سياسي مستدام. وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
كما التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة على هامش أعمال القمة العربية معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق. وبحث سموه ورئيس وزراء العراق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك وسبل دعمها وتطويرها، كما تطرق الجانبان إلى مخرجات أعمال القمة ونتائجها إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. هذا وقد وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في وقت سابق على رأس وفد دولة الإمارات إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها 32. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار جدة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين. وفي استراحة قصيرة في الصالة الملكية تبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين. هذا واختتمت أعمال القمة العربية 32. وقد اعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة إعلان جدة. موفدنا إلى جدة أحمد الطنيجي رصد لنا مجريات القمة في التقرير التالي. نؤكد لدول الجوار والأصدقاء في الغرب والشرق أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا لميدان للصراعات. لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة الصراعات، عبارة انطلقت من قمة جدة التي شهدت اجتماع القمة العربية 32 لتمهد لرؤية عربية تعمل على تصفير الأزمات في المنطقة وصياغة خريطة شرق أوسطية خالية من الاضطرابات في ظل تسارع وتيرة التغيير في العالم. القمة ناجحة بكل المقاييس، الكلمات كلها تدل على إصرار من القادة العرب على البناء والتنمية، مثل ما قال سمو ولي العهد طي صفحة الماضي التطلع إلى المستقبل، ولذلك نقول أنها قمة التغيير والتجديد. وباعتباره ملفا حاضرا في مسيرة التكامل العربي وجزءا من عملية التكامل السياسي، بحثت القمة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وتبعات الأزمات العالمية على أمن الغذاء والطاقة والمياه. شفنا التكامل العربي، الحضور اليوم بالكامل ولله الحمد والمنة في توافق عربي، في تصفير للمشاكل، في حل كثير من المشاكل السياسية، إنه الاستقرار السياسي اللي هيتبعه التكامل الاقتصادي، ودي النقطة التالية المهمة، وبإذن الله هنشوف إن الدول العربية يكون فيها نهضة تنموية، وهذا ما تأمله الشعوب العربية كافة. بشعارها قمة التجديد والتغيير، كان المشهد الأبرز اكتمال عدد الدول العربية المشاركة بعد عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية ومشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في وقت شهدت فيه مشاركة الرئيس الأوكراني الذي قدم صيغة بلاده للسلام وتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة. قمة تناولت الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ساعية نحو التخفيف من حدة النزاعات القائمة إقليميا وعالميا والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك. لمركز أخبار قنوات أبو ظبي أحمد الطنيجي من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. لدولة الإمارات دور فاعل في جامعة الدول العربية منذ عدة عقود، ويبرز ذلك من خلال مبادراتها المبتكرة الرامية إلى دفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو مستويات أكثر زخما في شتى المجالات. تزامنا مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عام 71، انضمت الدولة إلى جامعة الدول العربية إيماناً منها بالمصير المشترك الذي يجمعها بالعالم العربي، ما انعكس خلال العقود الماضية على جهودها المثمرة في القمم المحورية والمهمة والتي تهدف عامة إلى تعزيز جسور الشراكة والحوار العربي العربي ودعم العمل متعدد الأطراف وتحقيق التنمية والازدهار في الدول العربية
وتكريس الموارد الاقتصادية لإعلاء مصالح الشعوب العربية وتبني مبادرات السلام العربية لنشر قيم السلام والتعايش. وتمثل دولة الإمارات بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها الرشيدة عمقاً استراتيجياً للأشقاء العرب، وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف الجامعة العربية وتطلعات شعوبها عبر مختلف الصعود الداخلية والخارجية، من خلال تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط وتعميق التعاون وصولاً إلى تكامل حقيقي في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وتدعم الإمارات كل الجهود المعنية بتنمية العمل العربي المشترك وتطويره، خصوصاً على صعيد الملفين الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي استضافة إمارة الشارقة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل ليعزز من الرسالة التنموية للإمارات وجهودها في تبني عدد من الملفات التي تشكل رهاناً أساسياً لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة. كما تدعو دولة الإمارات إلى تفعيل العمل العربي المشترك وتعميقه خاصة على الصعيد الاقتصادي، وتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار البيني، وتسريع خطوات تحفيز الإبداع والابتكار في الدول العربية باعتباره مدخلاً رئيساً نحو التنوع وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعصف بمنطقتنا العربية. وتنظر دولة الإمارات باهتمام بالغ إلى قضايا العمل العربي المشترك الذي يعد أحد أهم القنوات والسبيل لمواجهة التحديات وتخطي الأزمات في المنطقة، خاصة مع توافر الإرادة السياسية لتذليل العقبات والصعوبات التي تحد من فاعليته. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزها في القطاعات كافة. كما استعرض مخرجات زيارة معالي جورجيا ميلوني رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا إلى دولة الإمارات شهر مارس الماضي، وإعلان البلدين عن الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وناقش في هذا الصدد تنمية التعاون الثنائي في عدد من القطاعات. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تخفيفا من حدة التداعيات الإنسانية، الإمارات ترسل سفينة إمدادات إغاثية إلى السودان. تطبيق الآن وكن باعثا للأمل. Abu Dhabi has now been branded as the capital of capital. There really are few places in the world where the concentration of sovereign wealth funds and smart investors. Any company that's looking to grow and expand, really look at the Hub 71 Accelerator Program, the ADGM ecosystem. We couldn't have found a better home. Larger asset management firms, but also private banks or just general financial institutions have established themselves in ADGM. Helping us as a partner to introduce us to the industry, create new schemes together, and really drive that innovation between fintech and the banks, especially here in the region. The quality of the people, from the leadership to the executives to the administrators and the talent that they bring in, I haven't seen anywhere in the world like it. Talking about the Falcon economy, it's the right place between West and East. Everything is there for you to succeed here. الآن
وكن باعثا للأمل. أهلا بكم من جديد. وصلت إلى ميناء بورت سودان سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 1000 طن من الإمدادات والمواد الغذائية بهدف تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي يشهدها السودان، والتي تسببت في نزوح آلاف الأسر ونقص في المواد الغذائية الأساسية. وقد قدمت دولة الإمارات ما يزيد على 540 طنا من الإمدادات الغذائية والمساعدات والمستلزمات الطبية الطارئة عبر 14 طائرة، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة 1540 طناً. مراعاة للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء رعايا جمهورية السودان الشقيقة المتواجدين في دولة الإمارات من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، اعتبارا من تاريخ 15 من أبريل 2023. وتضمنت قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم لدولة الإمارات، حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقا للأحوال واستنادا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن. علوم الدار متواصلة، وفيها بعد الفاصل في علوم العالم. وسط استمرار الأزمة، البرهان يصدر مرسوما بإعفاء محمد حمدان دقلو من منصبه في مجلس السيادة الانتقالي. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. جهاز تبرع ذكي جديد ليكون العطاء سهلاً بين أيديكم. اختر الحملة التي ترغب بالتبرع لها والمبلغ المحدد لتبادر بتقديم الخير بسرعة فائقة، وأكمل الدفع بمجرد مسح البطاقة البنكية. يتوفر الجهاز في جميع أنحاء الدولة. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نوفر لكم دوماً الحلول الذكية للتبرع. الإنسان أولاً. أيام العز راحت، أيام العز راحت، أيام العز راحت، أيام العز راحت. حاجة تعيدوا من ورا بعض. شربوا ريد بول وشغلوا راسكم. من إمتى بتقلنا شو لازم نعمل؟ مظبوط، منك الرئيس علينا الأول قلنا. هي نعم، الفردية عادة بتفوت بالحيط. ريد بول بيعطيك جوانيح. التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أهلا بكم من جديد، وإلى علوم العالم وأهم الأخبار العالمية. بالعودة إلى أعمال القمة العربية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء اليوم عدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى منطقة صراعات، كما أعرب سموه عن أمله في أن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان. وانطلقت في جدة عصر اليوم القمة العربية العادية في دورتها 32 وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويض على أن تنعكس نتائجها إيجابا على معظم الملفات الساخنة.
وضمن كلمته في أعمال القمة قال الرئيس السوري بشار الأسد إن القمة العربية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤون الدول العربية بأقل قدر من التدخل الخارجي. ويشارك الأسد في قمة جامعة الدول العربية لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، وتأتي مشاركة الأسد في اجتماعات القمة بعد قرابة أسبوعين من قرار جامعة الدول العربية بعودة سوريا لمقعدها بعد أكثر من 11 عاما من تعليق عضويتها. وفي القمة أيضا حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الدول في قمة جامعة الدول العربية اليوم على دعم مبادرته للسلام لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا وكان الرئيس الأوكراني قد وصل اليوم إلى مدينة جدة لحضور القمة العربية على متن طائرة حكومية فرنسية، حيث سينتقل لاحقا لحضور مجموعة الدول السبع في مدينة هيروشيما اليابانية. وقال زيلينسكي الذي يقوم بأول رحلة له إلى المملكة في خطابه إن الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط، وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء. في مستجدات الأزمة السودانية، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي من المنصب اعتبارا من اليوم. وفي بيان منفصل لمكتب إعلام مجلس السيادة، أصدر البرهان اليوم مرسوما دستوريا قضى بتكليف مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية اعتبارا من اليوم. كما أصدر البرهان قرارا اليوم لتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائبا له. هذا وتجدد الهجوم الجوي على العاصمة السودانية ومدينة بحري المجاورة مع دخول الأزمة أسبوعها الخامس. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه على الرغم من العقوبات والمنافسة غير العادلة من الغرب بحسب وصفه تصدر روسيا كميات كبيرة من المنتجات العسكرية. وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن أنشطة العاملين في مجال التعاون العسكري التقني الروسي ستساهم في تعزيز مكانة روسيا ونفوذها على الصعيد الدولي. هذا واتهم بوتين الغرب بنثر بذور الشقاق بين المجموعات العراقية والوطنية المختلفة في روسيا وتفتيت البلاد إلى عشرات الدول بحسب وصفه. وفي مستجدات الأزمة الأوكرانية، قالت كييف اليوم إن القوات الروسية تحاول استعادة الأراضي التي فقدتها حول مدينة باخموت بشرق البلاد، لكن قواتها تصد الهجمات. وذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الروسية حققت بعض المكاسب داخل المدينة نفسها، لكنها لا تسيطر عليها وأن القتال يتواصل. وتعتبر موسكو هجومها على باخموت جزءاً مهماً من حملة للاستياء على بقية منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا. قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن تقدير قيمة المعدات العسكرية الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا كان فيه مبالغة بنحو 3 مليارات دولار. وأوضحت الوزارة أنه خلال مراجعة الحسابات تم العثور على تناقضات في عملية تقييم المعدات المرسلة من الولايات المتحدة منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في عام 2022. وتم تقدير القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب بمبلغ 36 مليار و900 مليون دولار، ومن المحتمل الآن تعديل الرقم إلى قيمة أقل. في موضوع آخر، دعا الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى استغلال كامل لإمكانيات التعاون بين بلاده وآسيا الوسطى في مجالات التجارة والاقتصاد والقدرة الصناعية. وفي كلمة أمام رؤساء دول 5 جمهوريات سوفيتية سابقة في قمة غير مسبوقة،
حظ شيء الحضور على استغلال كامل لإمكانيات التعاون التقليدي في مجالات الاقتصاد والتجارة والقدرة الصناعية والطاقة والنقل، وفقا لمقتطفات من خطابه أو من خطاب نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة. والآن مع جولة للأخبار من كل دار تريدها لكم مختصرة مهر الجنيبي. بمناسبة اليوم العالمي لطبيب الأسرة الذي يوافق 19 من مايو من كل عام، تشارك الإمارات في هذا اليوم الذي يحظى بأهمية كبيرة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من منطلق الجهود الرائدة التي تقدمها في رفع كفاءة أداء قطاع الرعاية الصحية، حيث أن الأنظمة الصحية في العديد من المجتمعات تعتمد في قياسها لمستوى تطوير قطاع الرعاية الصحية على الدور المهم لطبيب الأسرة ومساهمته في تعزيز المرونة والجاهزية والتأهب للطوارئ والأزمات. قررت وزارة الداخلية حرصاً على سلامة المجتمع والإجراءات الوقائية لتعزيز البيئة الآمنة للطرق، تحديث بعض القرارات في موادها، وتشمل التعديلات نقاطاً تعزز السلامة المرورية أثناء الطوارئ وجريان الأودية وسقوط الأمطار وعدداً من المخلفات المرتبطة بهذه الإجراءات الوقائية. وتستهدف هذه التعديلات تعزيز جهود الجهات المعنية بصورة قانونية. أطلق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية تفعيل خدمات تطبيق سيجنال، الذي يتيح للأطباء والصيادلة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إمكانية وصف الأدوية بطريقة آمنة وفعالة مصممة لكل مريض مع مراعاة مئات العوامل الخاصة بالمريض عند تحليل نظام الدواء والقضاء على أي تأثير دوائي ضار محتمل، ووضع معيار جديد لسلامة المرضى في المنطقة، ما يساعد في توفير الطب الدقيق الشامل والمبني على الأدلة بما يتماشى مع البرنامج الوطني الرائد لعلم الصيدلة الجينوم. علوم الدار وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة يأمر بدعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود. منصور بن زايد يرأس وفد الدولة في اجتماعات القمة العربية 32 في جدة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، إلى اللقاء.